هلا فاضل، الزملاء في جامعة سلطان قابوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذا الفيديو عن إجراء الربط بين البحث والتدريس، ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم نهج موحد على مستوى الجامعة لتنفيذ وتقييم عملية الربط بين البحث العلمي والتدريس، والذي يعزز جودة التدريس وتعلم الطلبة. وسيتطلب هذا مراجعة بعض المقررات في البرامج الأكاديمية أو تطوير مقررات جديدة دون تغيير السعادة المعتمدة للبرنامج. يتكون هذا الإجراء من 4 أقسام. يتناول القسم الأول التعريف والاقتصارات المستخدمة في الإجراء، أما القسم الثاني يتطرق إلى مسؤولية تنفيذ الإجراء. القسم الثالث يستعرض نماذج الربط بين البحث العلمي والتدريس، والقسم الرابع يختص بالمخاطر المتعلقة بتنفيذ الإجراء مثل التباين في تطبيق الإجراء على مستوى الجامعة. وهنا سنتحدث بشيء من التفصيل حول القسم الثالث، وهو نماذج الربط بين البحث العلمي والتدريس. هناك 5 نماذج للربط بين البحث والتدريس، وهي: التدريس الذي يقود نحو البحث، التدريس الموجه نحو البحث، التدريس القائم على مناقشة نتائج البحوث، التدريس القائم على إجراء البحث، التدريس المستنير بالبحوث. بالنسبة للنموذج الأول، التدريس الذي يقود نحو البحث، يقوم المحاضرون بدمج نتائج الأبحاث الحالية في تدريسهم. أما بالنسبة للتدريس الموجه نحو البحث، أي النموذج الثاني، فهو قائم على تعليم الطلبة المنهجيات والممارسات البحثية المتعلقة بتخصصاتهم. النموذج الثالث القائم على مناقشة نتائج البحوث، يتم إشراك الطلبة في تقييم ومناقشة نتائج الأبحاث الحالية، إما كأفراد أو مجموعات. وفي النموذج الرابع القائم على إجراء البحوث، يقوم الطلبة بإجراء البحوث تحت إشراف محاضر أو أكثر، مثل ما يتم في برامج الماجستير والدكتوراه. النموذج الخامس والأخير، التدريس المستنير بالبحوث، ففي هذا النموذج يقوم المحاضرون بإجراء بحوث تقييم أثر تدريسهم على تعلم الطلبة. يتم تقييم تطبيق إجراء الربط بين البحث والتدريس وفق خطوات معينة كالتالي: يقوم المحاضر بتقييم فعالية نموذج الربط بين البحث العلمي والتدريس المعتمد في المقرر، بهدف تعزيز جودة التدريس وتعلم الطلبة. يتولى بعد ذلك رئيس القسم تقويم فعالية تنفيذ الربط بين البحث العلمي والتدريس في مقررات القسم، ويرفع نتائج إلى عميد الكلية. يتولى العميد تقويم فعالية تنفيذ الربط بين البحث العلمي والتدريس في الكلية، ويرفع التقرير لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع. يتولى نائب الرئيس بدوره بمراجعة فعالية دمج الأنشطة البحثية والعلمية في التدريس على مستوى الجامعة. وفي الختام، للمزيد من التفاصيل يمكن تحميل مسودة إجراء الربط بين البحث والتدريس من موقع مكتب ضمان الجودة، أو عن طريق مسح الباركود الذي سيظهر في نهاية هذا الفيديو. وتقبلوا تحياتي.